إذا عندي سيركت فيها دي سي سورس عندي هون سويتش. خلينا نفترض في البداية ناخذ هذا السويتش راح يسكر التي بتساوي زيرو. هون عندي ال، هون عندنا ار، هون عندنا في. والانيشال فاليو طبعا تبع الكرنت اي ال اوف زيرو بيساوي زيرو. فالانيشال فاليو تبع الكرنت زيرو. ايش الفاينل فاليو اللي هذا راح يوصله السيستم ات انفينيت تايم؟ ايش الكرنت؟ لو انا الان لهي السؤال انا بسال هون اي ال اوف تي بتساوي زيرو راح يكون في على ار. اذا اي ال اوف انفينيتي اللي هو الفاينل فاليو بيساوي في على ار. الانيشال فاليو ايش لازم يكون؟ قديش الانيشال فاليو؟ قديش راح يكون الكرنت بعد ما اسكر السويتش؟ الكرنت قبل ما اسكر السويتش زيرو، بعد ما اسكر السويتش ايش لازم يكون؟ لازم يكون زيرو. ليش؟ لانه ما بتغير لحظيا. تمام، ما بصيرش الكرنت يتغير لحظيا في الاندكتر، اوكي؟ ما بصير. كرنت اوكي، هذه قانون مهم جدا. بصيرش الكرنت يتغير فجأة في الاندكتر. فلازم يكون عندي I L plus 0 plus بيساوي كمان 0. فالانيشال فاليو ايش راح يكون؟ 0. الانيشال فاليو اللي هي I of 0 I L of 0 بيساوي 0. والفاينل فاليو بيساوي V على R. فهاي الكرنت هذا راح يتغير من 0 at 0 time ل V على R at infinite time. كيف راح يتغير بينهم؟ كيف راح يكون التغير؟ exponential مش هيك؟ أو 1 minus exponential. وإيش الـ time constant تبعه؟ قديش الـ time constant تبع هاي الدائرة؟ L على R. L على R. إذا تاو لهاي الدائرة بيساوي L على R. إيش وحدة L على R؟ سكند. لازم تكون سكند مش هيك؟ هي L طبعاً هنري و R أوم. هنريز بور أوم بتساوي سكند كوحدة، أوكي؟ إذا راح تصير عندي هلا المعادلة I L of T as a function of time راح تساوي V على R اللي هي الفاينل فاليو راح توصلها 1 minus E to the minus T على tau. بس tau شو بتساوي؟ L على R. فبتصير هاي V على R 1 minus E to the minus T على L على R. اوكي، إذا هاي هي الانيشال فاليو والفاينل فاليو. هلا هون لو جينا اطلعنا بنفس هاي الدائرة، لو بدنا نطلع على الفولتج، لو أخذنا الفولتج، خليني أعيد ترتيب هذه الدائرة من هون شوي. إذا هذا كيف رسمته راح تكون؟ الانيشال فاليو تبعه الانيشال فاليو تبعه راح يكون زيرو، لأنه واحد ماينس واحد. إي تو ذا ماينس زيرو أو إي تو ذا زيرو شو بتساوي؟ أو أي رقم تو ذا زيرو راح يعطيني واحد. واحد ماينس واحد إذا الانيشال فاليو راح يكون زيرو. إذا إجينا رسمنا هون بدنا نرسم الكرنت، هاي هون زمن وهذا I L of T راح يكون الـ initial value zero. الـ final value راح يقترب من V على R، والتغير بينهم راح يكون اوكي. سكر بالله الباب يا صادق. واحنا هون هاي الدائرة first order system شيك أخذتوها، قديش بتوصل بعد one time constant كميتها النهائية؟ 0.63. تمام، إذا هون بعد تقريبا هون يعني after one time constant توصل 0.63 V على R. شيء مضروبة توصل V على R توصل 63% من القيمة النهائية تبعتها. هلا بدنا نطلع الدائرة هاي بشكل ثاني. الآن أنا مش مهتم بالفولتج، مش مهتم بالكرنت، بدي أركز على الأوتبوت فولتج. راح أعتبر الدائرة هاي كأنها إلها أوتبوت فولتج V out of t او في ال اوف تي بالضبط بالنسبه للاندكتر. في ال اوف تي نفس الشيء نجي نطلع على هاي الدائره من هون. اول ما نسكر هذا السويتش قديش راح يكون الكرنت في الريزيستر؟ زيرو. الكرنت في الريزيستر زيرو. تمام، اذا قديش الفولتج دروب على الريزيستر راح يكون؟ زيرو. اذا قديش اذا الكرنت في الريزيستر زيرو قديش راح يكون الفولتج دروب على الدروب؟ زيرو. تمام، اذا قديش راح يكون الاوتبوت فولتج لحظه ما سكر السويتش؟ زيرو. اوكي، واضح؟ الكل فاهم؟
هل بصير الفولتج عبر الاندكتر يتغير فجأة؟ لا. الفولتج هل بصير الكرنت داخل الاندكتر يتغير فجأة؟ لا بس الفولتج لا. هل بصير الفولتج يتغير فجأة على الاندكتر بصير؟ إذا هون رح يكون عندي V L of zero plus يعني بعد لحظة تسكير السويتش رح يكون يساوي capital V. طيب at final at infinity لما بوصل infinity قديش رح يصير الكرنت في الدائرة من هون؟ اللي هي V على R مش هيك؟ قديش رح يصير الفولتج دروب عبر الريزيستر؟ V. V. إذا at finite at infinity رح يصير عندي plus minus V. رح يصير plus minus V. إذا قديش الفولتج رح يكون عبر الاندكتر؟ زيرو. إذا هذا الفاينل فاليو تبعه رح يكون V L of infinity يساوي زيرو. إذا رح يبدأ ب V رح يتغير لزيرو. كيف رح يتحرك بينهم على أي time constant؟ ايش التايم كونستنت راح يتغير بينهم من V لزيرو؟ نفس الشيء L على R راح يتغير بهذا الشكل. طبعا هذول مش نفس الاحداثيات، فهي راح افترض انه هذا V هذا V L of T، يعني السكيلز هذول تو سكيلز مختلفه. قديش راح يوصل بعد 1 تايم كونستنت من قيمته النهائي الانيشال؟ 37%. هون راح نبدأ بهذا الشكل. شو المعادلة راح تصير إذا تبعت V L of T؟ راح تصير عبارة عن V E to the minus T على tau V E to the minus T على L على R. تمام؟ أوكي هذه واضحة. إذا هون لاحظوا الفولتج تغير فجأة. بصير الفولتج بصير الكرنت ما بصير يتغير فجأة في الاندكتر. بس فولتج هاي هون هاي مرتبطة بهاي القانون اللي هون. هاي راح احط ثلاث نقط بات فولتج اكروس ان اندكتر واضح هذا القانون اوكي okay.